ولد يتيما، وذلك عندما تزوج والده عبد الله بن عبد المطلب بأمه آمنة، سافر في تجارة إلى الشام، ولم يعرف بأن زوجته حامل بجنين، هذا الجنين الذي سيتغير العالم على يديه. فآمنة بقيت تنتظر رجوع زوجها لتزف له هذه البشرى ولتبشره ولتخبره بالجنين الذي بدأ يتحرك في أحشائها، ولكن القافلة رجعت بكل رجالها إلا عبد الله زوج آمنة لم يرجع معه، فقد مرض في الطريق ومات في المدينة التي هذه المدينة المنورة التي سوف تكون فيما بعد منطلق دعوة ذلك الجنين الذي خلفه عبد الله في بطن أمه، ستكون المدينة منطلقا له ليغير العالم وليتغير العالم على يديه. تصوروا عباد الله حال آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة في زهرة شبابها تزوجت بزوج تبادله الحب والود والعطف والحنان، وهي تنتظر رجوعه على شوق أحر من الجمر لتفاجئه بهذه البشرى التي تحمل في أحشائها، وإذا بها تفاجأ بموته. هل تحسون بالألم الذي يعتصر قلبها وبالمعاناة؟ تصور لو كنت مكانها، فهذه المعاناة التي قصمت ظهرها والمصطفى صلى الله عليه وسلم جنين في بطنها. ولكن رغم كل هذا فقد استمرت الحياة وولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الطفل اليتيم الذي سيغير العالم. فمن الذي يستطيع أن يتصور يومئذ أن ذلك الجنين الذي سيولد يتيما سيتغير العالم على يديه؟ وهكذا أيها الإخوة، إن قرأنا السيرة ورجعنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي تعلمنا أن اليأس لا محل له في قلب المؤمن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما قال الله تعالى: فرغم الهزيمة التي تعاني منها أمتنا الإسلامية في كثير من الأصعدة، فلا ينبغي للمسلم أن ييأس وهو يعاني، لا ينبغي له أن يقنط وهو يتألم، بل يجب أن يكون رجاؤه في الله كبيرا. ونعمل من أجل تحقيق هذا الرجاء ليلا ونهارا، ونصبر في أداء أعمالنا صبرا كثيرا، ونتبع سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن أردنا أن نفوز في الحياة وكذلك في الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم استبشرت به أرجاء مكة، ففرح به أعمامه وأهله، وصارت ببشرى ولادته النساء والرجال يبشر بعضهم بعضا، فتمسح هذه البشارة أو تمسح هذه البشارة عن القلوب آثار الصدمة التي أصابت عائلته من موت أبيه، وهو صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، فتسلمته بعد خروجه إلى الدنيا تويبة وهي خادمة عمه أبي لهب، وهي أول من أرضعته بعد أمه، وذهبت إلى سيدها أبي لهب تبشره بولادة ابن أخيه، فكان ذلك سبباً في تحريرها من العبودية، أصبحت حرة بهذه البشارة. وقد جاء في صحيح البخاري أن العذاب يخفف عن أبي لهب في النار بسبب أنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب الكافر الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع ابن أخيه يخفف عنه العذاب في النار لأنه فرح بقدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العذاب يخفف عن أبي لهب وهو الكافر والذي لم يتبع،
فكيف وقد قال فيه الله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، فكيف بالمؤمن؟ المؤمن إذا فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وأكثر من ذلك إذا اتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي من رب العالمين. فما أحوجنا عباد الله لدراسة السيرة النبوية حتى نتعلم وقد كثر جهلنا، وحتى ننتبه وقد طالت غفلتنا، وحتى نستيقظ وقد طال نومنا وسباتنا. وما أحوجنا لممارسة السيرة النبوية في حياتنا حتى نأخذ منها وصفة نداوي بها حياتنا ونداوي بها معاناة الظلم البائس الذي نعيش فيه، ومصباحا ننير به طريقنا المظلم الدامس، لأننا بالبعد عن سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته أصبحنا نعيش في ظلام. وإن التزمنا بذلك واتبعنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وآمنا بما جاء به لن يستطيع أحد آنذاك أن يتجرأ عليه. ألا فلنتق الله عباد الله ولنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.